أمان. المخطئ يعاقب غصبا عنه ويعزر الآن قدام الناس وخلقه. أنا ودي تسأل الناس دولة وش تبي؟ ما يبي ما تبي. في دولة في العالم كله، هذا شيء واقع تشوفونه، في دولة في العالم مثل الدولة عندك المسجد 24 ساعة فاتح لك، إذا أنت بتسمى باسم الدين تصلي وتصوم بكيفك وتروح تضرب المسافات وتنام بالطريق بأي مكان، وعندك عندك الحرمين الشريفين وعندك التجارة مسموحة، كل شيء مسموح، ما في شيء. ايش تبي؟ وش الشيء اللي يخليك تسوي كذا؟ اي وش طبعا دائما الانسان يطمح يقول انا ابغى اصير، ما في مثلنا اصلا يعني، مو هو مكابرة او كذا. انت شايف هي الدولة الاولى على مستوى العالم في تطبيق الشريعة الاسلامية. ويكفيك يكفيك ان الجيش الحين حالة رقم واحد، ولو ما في امن وامان والله ما حد جاء فينا جلس هنا وخلى هلو. هذا الكلام اي والله. لكن انا افرح والله تركتها لك الحين، ما يمكن ما عنده واحد، بعض الناس تركها لي وما عنده احد، يمكن بالايام والله بالايام بيتك مفتوح. انا احزن الموضوع وافرح الموضوع، انا احزن انه هذولي من ابناء الوطن يعني صح، لكن وافرح انه الناس اللي تحاول يعني تضر سمعة البلد وتضر المسلمين وتضر هذا ردع وهذا رد. وعجبني في نهايه المقطع وعجبني في نهايه المقطع لما يقول من تسوى له نفسه يحذر، ايه يحذرون الحد راح يكون حد يا جماعه، هذا شرع، شرع الله سبحانه وتعالى، شرع من فوق سبع سماء، حد من حدود الله سبحانه عدل وتعالى، عدل عدل. لكن الحمد لله على نعمه العقل، والله يا جماعه الخير نعمه العقل. وش مخك؟ وش مخك وين فكر؟ وش مخك يوم تسوي حركات لخبطه؟ هذه قاعد لخبط. زي ما ذكر الشيخ انه في ناس تندموا او واجد يعني واجد يعني تندم. تخيل زي ما ذكر سعود، كل نعمة أنت تبغاها في الحياة موجودة. اشتابي اشتابي. الآن الدول المجاورة يعني كيف أنه لما فقدوا الأمن، مسألة الأمن بس كيف كانت حالتهم؟ حن في نعمة أمن وفي أمان وتوفير كل جهاز أمني، اللهم لك الحمد. حتى في القرآن، حتى في القرآن إذا ذكر شيء من الخوف، ذكر الخوف اللي هو مضاد للأمن، وذكر الجوع. هذا أهم شيء. الحمد لله إحنا عندنا لا جوع ولا خوف، أمورنا زين الحمد لله. اللهم احفظ ولاة أمورنا وحكامنا وعلمائنا ومشايخنا واحفظ بلدنا من كل شر. لازم نعرج على النقطة أمانهم من خوف ونعرج على النقطة خلاص، هذا أمن يعني، هذا السعادة في الدنيا. الله سبحانه وتعالى المنة لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. شوف بيمتن عليهم الله سبحانه وتعالى، شوف المنة اللي أعطاهم، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. عندك هنا جوع في البلد، عندك خوف، إذن قمة المنة لله سبحانه وتعالى. هذه منة، ما في أكبر من منة هذه. أهم ركيزتين يمكن عاشوا فيها الجاهلية والعرب قديما، اللي مسألة الأمن ومسألة الجوع. وقال الله الخوف والجوع. قال سبحان الله، يعني لما الله يعني توفرت لك هذه الأسباب كلها موجودة في هذا البلد، يعني ليه تكفر بهذه النعمة؟ قالها الله في المضاد وذاقهم الله لباس الخوف، الخوف والجوع، الجوع والخوف، الجوع أول، الجوع والخوف، الخوف خوف والجوع. كانوا أهلنا في عمان لما يجي حق ويعتمروا يعني ما يضمن أنهم يرجعوا أصلاً، عشان في نفس الطرق وكذا. الحين قديم قديم الحين، هذا زمان، هي زمان الآن. والله أنا سبع مرات أجي لعمان، يعني بلدة طيبة ورب الشكر، ما شاء الله الأمن موجود في كل مكان ما شاء الله. اعلموا ان دولتكم محاربه كثير كثير الان من الدول، ايه فيها اطماع مستهدفه، فوش الدين هو اللي حفظ الامن وحفظ الاشياء. وعلى فكره عشان كذا المحاربه فكريه. لانه شو بيقول لك؟ ما يقدر يقول شيء، ما يقدرون. كل شيء عندك تب ودينك ما تفتن فيه، واكلك ودنياك ورجال حامين الوطن، ايش تبي غير كذا؟ واللي لخبط هذا، اللي لخبط اللي في مين صار؟ ابو عزام بدون وجه، بس برضو نرجع على الخشب. الله يقبلها مشعب. شباب من فينا ما يخطئ؟ الدنيا مو بلعب، كلنا واحد ما يخطئ، بس فجر والدوله فاتحه ابو جميري قلبي. اقول من فينا ما يخطئ؟ نعم، والدوله فاتحه ابوابها للي يخطا ارجع. صح، ارجع يا اخي. احنا نشوف جلسات المناصحه ذي كم فتحها مره؟ والله انا دائما اسمع عليه. ايش يدل عليه؟ يعني انت يدل انه ارجع يا اخي، اخطيت بنستقبلك مره ثانيه تعال، بس انه تتمادى. من يستقبلك بعد؟ تذكرون اللي باغي يفجر السلام من نايف شغلات الامر. شوف اقوى شيء يقول تعال، انا قائد داخليه، تعال. شوف استقبل شخص، نعم
ومع ذلك خان فيه لانه يعتبره واحد من عيالك واحد من عيالك الله يحفظك لكن المقابل يلخبط واللي يسوي كين يميني ويلف يمين يسار ينقص راسه ينقص ويعلن قدام الناس سيف الله يخلي ولاة المسلمين هذا اللي قال لك ما كذا بالشارع لما يقول سلمان وامره يصدره كاشي حازم ولا اهتم في تصريح عدوان الله يضل وجهك ابو جميل البرايم 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 يا البرايم البارح لا تجيب مال ابراهيم كل ليله جميل اضحك سمعتك حق الليله واضح انها ليله فراق سلمان وامره يصدر اسمع تجير البرايم والله تجير البرايم البارح ما هو من عداء تركي نسان البايف ولا خاشي يا مجنون أبوه عبد اسمع يملك جدا صقر الجزيرة بحد سيفها واشي لملام شتت البلد من عقب شتات جيش السعودي قوي العزم والجيش ما ينهزم بامر رب البيت سبحان اسلاحهم مدفعوا بندق ورشاش دون الوطن يرهبون قلوب عدوان الله يديم عز الوطن نورك تهل التالي الله يعليهم ولا يعليهم الجمس الاسود اذا لخبط اباك ضروري اباك ضروري انت فينا لا 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 ما بتكلمني بذني تكفى ادري الحمد لله الحمد لله احب الشباب اللي كني سمعت جمس اسود قبل شوي لا اقول ذوبك الاسود حبيبي والله سلمان سلمان المنمنة 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 متى ليش الانمي شوف الانمي يجيبك البرايم البرايم وش تسوي في حال اسمه الحاله البرايميه نعم الحاله البرايميه اذا دخلت المسرح وش تسوي كذا شوف هذا شوف هذه اللي هي مفاعلات ما قبل البرايم قبل البرايم تجيك حاله كذا تجيك حاله تسوي كذا هذا شيء صفتك ما شاء الله عليك شيخ البرايمات تفضل وش تقول اول شيء اوه ليه والله افا طب ابغى تميز ابغى تميز طيب طيب تميز طيب تميز يا ابو واضح البشره كيف بس طلعتك صح شرحك صح ابغى حليب حبه عشان تاخويا لا صغير هذه لاصق ما تقدر لا تفرق بين اثنين لا تفرق بين راسين انا بصغير حسين بالحلال انا يعني والشارع تقابل خلق الله يعني ترد دفيتك اسمع ما فيك انت سبب التلخبط ايوه بعد ما شميت انك حمر بدات تلخبط شوف يقول لك يا ظافر يقول لك الدنيا ما تغني عن اخر واحد شوفني هامور وبلبس المتواضع تواضع فروه بوي ها اليوم ترى انصدمت في المسجد ما درت بالشيخ اللي هو ده اي هذا عرفت قلت له اطالع فيكم كلكم كشخين في انه دق على بس في نادي اسلم والله اني عجب مسكر باش اشتهيت شاهي انا رايح باخذ نعناع رتاي ايش فيه؟ ايش السالفة؟ ايش فيه؟ نومني وشو الحين؟ توقع عشان نومني كم ساعة؟ 8 يقول الله يا طني او او تركي أوه. تركي 50 ريال داخل مع البرايم ولا بدون برايم امان تعال تعال بريال بريال ارامو ذمتي دمه متركي يا ابو عيوني سودي وحده والله لا تقطع على اخبار من يامه اللي ذبحني وغربني وعناني لكن علي الحرام ودمتي لم جاء مخلد يلا جاء مخلد عيوني سودي وحداني ولكن علي الحرام ودمتي ذم ترك يا ابو عيون سود وحدة الليلة هذه واضحة ليلة فراق
حاولت اعديها وعيت. تعدي والله حاولت اعديها وعيت. تعدي يعني وجهك ابو سعود بيعن ويه 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 ابراهيم من وجهك. بس يا شباب بقول لكم حاجه، ترى ابراهيم يعني معلش ما اقدر اتكلم فيه مختصين. حدثنا عن ابراهيم هين والبلاوش ورا البرايم. يقصد الاخبار ان البرايم جدا وضعه سليم، وان البرايم مهما كان يبقى انك ممكن ترجع مره ثانيه. والله شوف البرايم يعني الحمد لله هي قدر من الله عز وجل. فادك كثير البرايم صح شلون؟ ها؟ فادك كثير. والله شوف انا من النوع اللي ما اصرف ورصيدي ينقص، وشلون ما ادري. على قلبك. عرفت؟ لكن ان شاء الله باذن الله اني راح انجب البرايم. انا اقول البرايم، انا بالنسبه لي البرايم سوى بي كذا. شوف لما تاخذ الفرشه وتنفضها ابراهيم سوى فيني كذا. والله اني فضني علم شباب. والله ابراهيم طلع قلبي. ترك انت قلت هذا ممنوع صح؟ اجر والله اخذ تميس؟ لا. طيب والله عدد من شباب مي انا غلط. ممنوع من الاداره. والله ما حد يطلع. ممنوع كذا. انا مليت. يا اخي بلد اخي راسك شيء؟ براسك شيء كذا احنا طقت بروس لما تخش برا الهنجر كيف عزت فرصتك يعني ايه؟ طيب عيش الدور حبيبي عيش عيش ايام سطام واحمد العديم الليله لو ضاع مية مية لا هيبه لا مبدا ولا جاهيه ليلة فرح من طيبها جيناها دروفا للي دعا داعيه ابن الحرار وجده واخواله ما جابها سرقه ولا عانيه كنت سلف ابن لها ما ادري يمكن تسلف يمكن سلف وارد انها تكون سلف يقول لك يقول الليله واضحه ليله فراق الليله الليله هادي عندي ليله هنيه لاجلي نتقابل الليله يا شين جوه الليله احبابي بعينها الليله يا شين جو الليله جمعة تسولف معه غلط من اي صح؟ امشي صح انت من الناس اللي معليش جرح تنازع من الدرع شوف 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 يا عبد الله يا شيخ حتى المصيبه هذه كلك قداد في الملعب كل انسان ما بيني وبينك وش الموقف حق القصيم؟ الموقف حق قديد؟ اللي هو بريده ما ادري يمكن الخضر يعرف ايه الموقف حق القديم بريده شو اسمه؟ الموقف حق القدادين بريده شو اسمه اللي عند البيت؟ محشرين بسرعة بالله تشوف كنت ممول عليك مخلد حتى ما كنت طفي المايك انا ما صراحة ما اكتشفت انك معنا متسابق الا لما دخلنا مع بعض تمزح ها؟ عادي مزحة فكنا محشرين هنا يعني متخيل بالله يا ابو فراس ها؟ تخيل كنا 20 نصيف وش؟ نصيف ابو نصيف ابو نصيف ها؟ 20 رجل في هذه المساحة مدة 4 ساعات متواصلة. شو الوضعية دي؟ وضعية هذه اسمها هذا فيصل هنقل هذا فيصل هنقل وضعية خمن البرد خمن البرد خمن البرد في يدي يا من جو الليل الملعب كل سما بيني وبين الثاني جا من بلاده عاني من رايم يعاني هذا صوته هذا والله صوته والله يا صوته ابن رنان ما هي بلال يا سعود ذكر محرم طلع يا سعود العلي ازدبني بله فالحشا وتعبني وربني عليه وربني من هي عجبي عرقام صده ما عرفت سبابه واللي ما حسبت حسابه أي الرقم هو سابه وسنابه مع استقرار يا سعود العلي عذبني أعلى يا سعود العلي عذبني ملهوف الحشا وتعبني وغبني عليه وغبني من غيره خالد حامد خالد حامد خالد حامد خالد في زد فرصتك ولا ما حسيت فيك لما دخلنا على الباب ما حسيت فيك في زد فرصتك لما دخلنا على الباب اللي هنا
انت خفيف لطيف على القلب. لا خليك يا حبيبي. رايك بالله حبيبي حنا معك في شر ولا في قدر، حنا معك في شر ولا في قدر. يا سيدي امر وحنا نسمعك، يا سيدي امر وحنا نسمعك. يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا، يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا. يا سيدي يا ابو فهد، يا سيدي يا ابو فهد حنا معك، يا سيدي يا ابو فهد حنا معك. حنا معك في شر ولا حنا معك في شر ولا في قدر. يا سيدي امر وحنا نسمعك، يا سيدي امر وحنا نسمعك. يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا، يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا. يا سيدي يا ابو فهد حنا معك، يا سيدي يا ابو فهد حنا معك. حنا معك في شر ولا في قدر، حنا معك في شر ولا في قدر. يا سيدي امر وحنا نسمعك، يا سيدي امر وحنا نسمعك. يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا، يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا. يا سيدي يا ابو فهد حنا معك، يا سيدي يا ابو فهد حنا معك. حنا معك في شر ولا في قدر، حنا معك في شر ولا في قدر. يا سيدي امر وحنا نسمعك، يا سيدي امر وحنا نسمعك. يا خسر ردي قلبه ردا، يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا. يا سيدي امر وحنا نسمعك، يا سيدي امر وحنا نسمعك. يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا، يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا. يا سيدي يا ابو فهد حنا معك، يا سيدي يا ابو فهد حنا معك. حنا معك في شر ولا في قدر، حنا معك في شر ولا في قدر. يا سيدي امر وحنا نسمعك، يا سيدي امر وحنا نسمعك. يا خسر ردي اللي ملا يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا. يا سيدي امر وحنا نسمعك، يا سيدي امر وحنا نسمعك. يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا، يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا. يا سيدي امر وحنا نسمعك، يا سيدي امر وحنا نسمعك. يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا، يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا. يا سيدي يا ابو فهد حنا معك، يا سيدي يا ابو فهد حنا معك. معك معك في شر ولا معك معك في شر ولا في قدر. يا سيدي يا ابو فهد حنا معك، يا سيدي يا ابو فهد حنا معك. معك معك في شر ولا في قدر، معك معك في شر ولا في قدر. يا سيدي يا ابو فهد حنا معك، يا سيدي يا ابو فهد حنا معك. معك معك لا في قدر، معك معك في شر ولا في قدر. يا سيدي امر وحنا نسمعك، يا سيدي امر وحنا نسمعك. يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا، يا خسر ردي اللي ملا قلبه ردا. يا سيدي يا ابو فهد حنا معك، يا سيدي يا ابو فهد معك. معك في شر ولا في قدر، معك معك في شر ولا في قدر. معك معك في شر ولا في قدر، معك معك في شر ولا في قدر. معك معك في شر ولا في قدر. وينك ابو معيدي؟ احنا طاقة كم الناس؟ ليش قفلت الباب يا عيال؟ معيدي جاي ما احد ازين. لا لا كذا اوفر، كذا اوفر والله. برد البرايم وبرد الجو. الله الله يعين، الله يعين. الليله برايم، البرايم يا محلاها الليل. ابراهيم البرايم 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 خلاص يا برايم. لا تقالي ما برايم يا لا 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 لا
عاشا عاشا يا كود شابور غير شابور خير من مخلد مخلد تأكد من المايك تأكد من المايك يشوف لأي حل ومخلد انا ما يزعلني ما يزعلني كل شيء الوضع والله والله جيت فرصه انا مخلد المفروض انه ينام واذا ما نام المفروض انه ما يتاثر معنا باي شيء لا لا تقلع بنفسك والله اني احبكم ايوه اسمع الصوت على الصوت على الصوت والله يتاثر معكم ما يضايق من لا والله ما لك شغل فينا يا قلبي مع فريق الاعداد الحين ولا بشتغل المفروض انت تمسك السكريبت مع معيدي مع معيدي تمسك السكريبت مع ناصر الحربي انت شوي هو شوي ايه هو الاعداد الحين انا اتوقع انه دبوس بيننا الاخبار حقتنا ذي عنده الرجال اوكي وضعه في السبدي 17000 كاميرا يا رجل لا اله الا الله والله هذا في الكامل حقك فكونا من طيب يلا خل خل خط السماء خط السماء خط السماء والله ايام زد فرصتك الان اشوفكم غير وايام زد فرصتك انتم غير ما انت بعقل يا ابونا وزياد خاصه انا اشوفه غير كنا شوي رسميين زياد خاصه انا اشوفه غير بس ان زياد في حاجه وحده ما تغيرت فيه ولكن اكتشفتها الان ليه ما يحب السماء طيبه قلبك والصدق اللي فيك يعدل الكون كله الله يسعدك يا شيخ انت مدرسه لحالك والله انك مدرسه والله مدرسه بليز give me my time هذه ساعتي جكيت جلد ساعتي يمون عليه ساعتي طيب
افتح هلا 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 باللي تمنيته وجيته جيته جيته عاشو ريان وش الشغل اللي امس وجيته جيته 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 السلام عليكم مساء الخير صباح النور ما تفرق مع احلى واجمل واروع شباب اليوم ما شاء الله كلكم معاريس ما بقل ليش العروس اليوم معارس ما بقل ليش فيكم شدة يا شباب الله يسعدكم ويا هلا والله وغلا وكرتون هلا وكرتون الله يعجبني حماسكم والله العظيم اشتاق لكم وخلونا نسترجع الذاكرة شوي غادرنا الأسبوع الماضي وكانت قصائدك الجميلة أمس سعود كانت مؤثرة في صميم هذا الشاب الرائع بدر القحطاني نمسي عليه بدر يا هلابة يا هلابة حياكم الله يا شباب منورين فارس من شدة شدة فيش لا جماعة من خالف عطنا اللحمة السربقمية عبد الله ليش تسوي كذا في ارتباك في شيء حبيبي اليوم راح يكون مختلف قفلنا الهنجر تدرون ليش لأنه راح نغلق الشاشات عنكم ولا راح تعرفون من اللي خذ الدرع الجماهيري من اللي راح يكون برايم من اللي خذ 400 او 700 من اللي راح يرجع الا بعد نهايه ايش البرايم يعني راح تصير احداث وقصص غريبه عطني يا احمد وسمره صوت مرعب عشان اوضح لهم الصوره ركزوا معي الان راح ناخذ واحد تلو الاخر وراح نعيش مع لحظات مختلفه مصيرك بعد الله معلق في ظرف راح اقول لك وين هالظرف موجود في محيط القريه تجيب الظرف هذا وتفتحه عندي ما تفتح هناك تفتح عندي وتقرا نتيجتك ومن خلال قراءتك نتيجتك سواء اخذت الدرع الجماهيري ولا الدعم ولا رجعت القريه راح يكون في عشوائيه اليوم ولا راح ارجعك للهنجر راح نفصلكم عن بعض اليوم راح نوديك لبيت الحكمه تكون لحالك وراح يجيك واحد تلو الاخر وانتم راح تبشرون بعض اما تتوجه للبرايم او ترجع للقريه او حصانه بالدرع الجماهيري او 700 او اليوم حيكون خطير عليكم وبريان متحمس لبت سبتك اضحك معاك ايوه خليكم كذا ريلاكس اكتف يا عم الاكتف اللي تشوفه دائما قوه الخوف اللي داخل ما في خوف ان شاء الله ما في خوف بعد اليوم ما في خوف حلو ركزوا معي راح اخذ واحد تلو الاخر وبعلمه نشوف مين اللي راح يتفضل معي على الستيج وراح ناخذ معه احداث وقصص اليوم راح يكون في دراما مختلفه تفضل تفضل اسمه ذي الدرع والاشياء ذي بعد برايم مصيرك يا قلبي ويا عيني ويا خشمي معلق بعد الله في هذا الظرف ممكن اللي ياخذ ظرف الان مكتوب عليه درع جماهيري طبعا كله
حلو. بعد التصويت ولكن راح تكون في عشوائية ما ندري، لكن لا تقول خلي العين ايش عنك تقول. نبدأ. هذا شغلني حلو. جاهزين شباب؟ اللي جاهز يرفع يده فوق، واللي مستعد يرفع يده الثانية فوق. حلو. يا سلام يا سلام يا يلي أحلم من الأنام. كان معكم قبل شوي عضو هيئة الإفتاء الشيخ عبد الله المطلق، الله يحفظه ويطول بعمره ويحفظ بلدنا ويحفظ جنودنا. قولوا آمين. فرب دعوة من دعواتكم تسعدهم طول حياتهم. هؤلاء يعني اللي يعني ساعدوني في التعبير، تركوا أهاليهم أبنائهم مجتمعاتهم روحهم اليومية وجالسين يحبون الوطن في الحد الجنوبي، يستحقون منا دعوة. أسأل الله أن ييسر أمورهم. قولوا آمين. طيب نبدأ مع مين يا شباب؟ طب ودي توقفوا كلكم تسخنوا شوي بالله تكفون، نكسر الروتين شوي. لا لا سخن سخن وركز ركز. اي عطني عطني مؤثر يا احمد، عطني مؤثر. يلا اسمع اسمع مؤثر مع مؤثر. اي سخن سخنوا. اي ايوه صدق صدق. عاش تركي، عاش راجح، عاش هيثم. ايوه ايوه شبابي السباح السباح. اها يا رب قلوبكم. جاهزين شباب؟ جاهزين للمغامرات؟ اجل خلونا نبدا مع، بس قبل ما نبدا خليكم واقفين كذا، حنكسر الروتين اليوم. وش استفدتوا بالجلسه اليوم؟ يعني الشيخ طبعا فائده، لكن اكيد في معلومه جديده كانت تغيب عن ذهنك واستفدتها من الشيخ. مخلد تفضل. زاد فضلك. بالنسبه للشيخ يكفي انه عالم المكان اللي فيها، ان اي كلمه تصدر منه يا سلام موثوقه معروفه مبنيه على علم ما هي على جهل. حبيبي وهالرساله اللي وصلت بانك لا تستشير الا العلماء ولا الملايين يتابعونك. نعم مهم كلامك. ما هو كلامي والله مهم كلامك مهم. هذا نقول لك الرساله اللي وصلت الان من الشيخ بانك لا تستشير اي شخص في اي قرار تاخذه، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله اكبر. نعم تفضل ابو ريان تركي. اللي قدرت عليه الأقدار أنها ينحاز وينضم للفريق الضال، في طرق كثيرة ممكن يرجع فيها. الشيخ أفتى فيها والشيخ أعطى هذه المعلومات، ثلاث أمور أو ثلاث نقاط بإمكانك ترجع فيها بإذن الله. أمورك إن شاء الله طيبة وترجع إن شاء الله الأمور تمام. الله أكبر. إبراهيم راجح حبيبي. استفدت اليوم فائدة عظيمة جدا 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 ممكن ما حد لاحظها. الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، أيضا هو مستشار الملك، لاحظ مستشار للملك. اليوم صلى في الصف الأول، كان جنبه إبراهيم عامل القهوة. الله يعني هذا هو ديننا والله العظيم. أقول للعالم كله هذا ديننا، هذا هو ديننا. مستشار الملك شوف وين جالس مع من جالس. يا سلام. هؤلاء هم علمائنا. كلام لا فرق بين عربيين ولا أعجميين إلا بالتقوى. خضيرك إنك بتقول شيء. ما عندي شيء. بس عندك في انحراف في شو اسمه؟ في انحراف بلاد العرب والأرضية شوي عدالة. اسمع اسمع معاذ. الشيخ عبد الله قمة في التواضع والعلم، واستفدنا اليوم واقول بلساني ولسان اخوياي انه كلام الوطن مهم هذا، وجنود الوطن والعلماء خط احمر ما حد يقرب. برافو عليك جمال. سلمان يلا. كل شخص سواء اعلامي سواء معلم سواء طبيب سواء اي شخص انه مسؤول عن هذا الوطن، مسؤول عن امنه، مسؤول عن تقديم شيء ورساله مهمه للوطن. كل شخص مسؤول. لا يقول انا، لا يقول انا ما عندي شيء او ما وش راح اقدم. لا انت تقدر مهما كان مجالك تقدر تقدم شيء للوطن. الله عليك. تفضل خالد حامد. اقول ان اللهم لك الحمد في امن وامان. الله اكبر. اللهم لك الحمد وحن ضد من يريد ان يزعزع امن هذا البلد. يا سلام عليك. ظافر. كل حرف نطق به الشيخ او كلمه كلها فائده، كل اللي خرج من الشيخ فائده حتى جلسته كل شيء. وكلمتك اللي كانت عقب المغرب جميله، بس كنت نظرك كله في الورقه يمكن. هي ساحب على المشاهدين ومستحي من الشيخ والله. شارب لبن منتي ومدته انت. عفا حبيبي ظافر. عبد الله الجميري. انا اقول قبل ما اقول لك اسبح اللي لخبط. خالد حامد روح يسار شوي بس. اللي لخبط واللي يلف يمين شمال واللي كيني ميني واللي حاسب الدنيا لعبه وخرابيط وبس تفجير وانتحار وشغل ذا، ترى بيجرونك على خشمك اذا ما اهتديت واذا ما جيت ينصحوك. بيض الله وجه الدولة. أو ثاني مرة أشوف فيها الشيخ نفس التواضع اللي ذاك اليوم اليوم. الله رغم منصبه رغم علمه.
كلام كان جميل زياد حبيبي، بعد راسي عن التواضع وعن الوالدين وحضورك وكرزمة كان جميلة صراحة. حبيبي حبيبنا أستاذنا سعود غربي ذكرنا بقول الله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأهل الفكر الضال، أهل الفكر الضال يفكرون أنهم على قدة، مثل ما قال الشاعر: الجهالة في ابن آدم توليها الدبور، لو طريقه غادي يحسب انه متجه، فلا بد ناخذ بيديهم ونعلمهم ونحرصهم، وان ما نفع بهم قطعناهم. اكبر تكبير، اكبر تكبير، اكبر. الشيخ اليوم يعني كلامه يسجل بماء الذهب، وذكرنا بان بحديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وجزاه الله خير. على فكره ودي اوضح على كلامكم واعقب على كلامكم، كلامكم كله رسائل ويتابعكم ملايين، وانتم شخصيات اصبحت مؤثره في مجتمعنا اليوم وخاصه بالاعلام الهادف. الحكومه ما اتخذت هذا القرار الا بعد المناصحه، بعد النقاشات، بعد مع المختصين في الجانب التوعوي في تغيير الفكر، وصلت لمرحله. وهذا كلنا نعرف انه في يعني مركز المناصحه للامير محمد بن نايف الله يحفظه، كانك بتقول شيء في الروسي فروسي اللي ابغى اقوله فروسي يوه خلوه يهدى شوي يلا فارس. اللي ابغى اقول الله يسعدك دنيا واخره. حاجتين لهؤلاء الناس، انه تبينت انه القران والسنه هو اعظم طريق والطريق الصحيح لانت يعني انت تسلك طريق الجنه. يا سلام عليك. طيب في احد يقول شيء؟ يلا تفضل. شفت التقرير؟ في قضايا من عام 1424 توه يحكم فيها، كانوا يناصحون الفترة هذه كاملة ولا أصلحوا. طيب خلونا نمسك يدين بعض ونرفع يدينا بس خالد. لا مجموعتين، خليك في مكانك. يلا نبغى نسمع شيء وطني يا شباب ونغير الروتين ثم ندخل في الأخير. يجري على كفيك ذوق قلوبنا، يجري على كفيك ذوق قلوبنا، أنهار عشق تغمر الدنيا ندى، أنهار عشق تغمر الدنيا ندى. الوطن، الوطن يستحق منا الكثير، وكل واحد أدري أنه عنده يعني غيور على وطنه وحاقد على الدخلاء اللي يثيرون البلبل والفتنة في مجتمعاتنا بدون ما ندخل في تفاصيلها. لكن أعتقد أنه اليوم الدولة والحكومة تقف يدنا يعني صفا واحدا لردع مثل هؤلاء المعتدين واللي يثيرون الفتنة. الله يعطيكم العافية. ندخل في الجو الخطورة شوي ولا؟ يلا 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 متحمسين؟ سمعنا صوت مرعب عشان نغير الجو. عطى عطى ليبي. ايه ايه مرعب عندك شيء اليوم؟ انت في كل حالاتك خطير. نبدا هو ما يرتاح. ايه اجلس شوي، خلونا نبدا. شو ليش يلا معك؟ يلا يقري. ركزوا معاي، الدرع الجماهيري اللي فاز فيه الاسبوع الماضي سعود فهد، لو تكرر اليوم سعود فهد راح يكون ايضا حصانة لآخر برايم جنبه جنب الشيخ مخلد بن مبارك. الله أكبر. يعني حبتين لدي العينين يا قلبي اللي على كل الهوى ساري، يمكن اليوم تفوز وتصير الداري شيخ مثل كل الشيوخ وش حلالي. لبة سبدك ها جاهز؟ لا لا تكمل تكبر. سم... لا خلاص بيتك ذا مو مكسور، بيتك مشلول ذا يا حبيبي. عطوه بيتك فيه شلل. رد عليه بارد. لا 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 ما رد. رد عليه بالدرع الجمجمة. لا 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 رد عليه بالدرع. وين هيثم يرد؟ هيثم وين؟ هيثم بردان اليوم عشان خلي يوم مطر يسوي لحن ابراهيم. ركزوا معي، الظروف راح توزع في انحاء القريه بعلمكم، ولما تجيب لي وين تجيني
راح اكون في محيط السياره في المكان اللي انا موجود فيه في معي سياره انا خارج الهنجر وبقفله تجيني في السياره تقرا لي النتيجه وانا بعلمك طبعا النتيجه هل هي باللغه البنغاليه الفرنسيه ما ندري كل الترجمه موجوده في ايش في الظرف لما اعلن نتيجتك نقفل الظرف وتروح بيت الحكمه ولا ترجع راح نقطع العلاقه اليوم خلال ساعه بينك وبين المتسابق ونوصلك بينك وبين المشاهد حتى ربعك اللي هنا ما راح ننقلهم الشاشه لعب مشاعر معكم انتم اعتذر وقلت لكم ترى اليوم اسماء قويه واللعبه بدت تصعب انا تضايقت لما فلان من فلان من فلان وفلان وعلان طلعوا من القريه ما شو تمادي حتى لو كانت الظروف شوي متعبه او مقلق لنفسك واضطرت انك تطلع عشان تعالج هالموضوع انا اشوف المغامره في هالايام مش في محلها يا زياد مش في محلها يا راجح الحارثي تمام في شيخ في رئيس بلديه في واحد ماينص في اشكاليات اليوم الاسماء موجعه حقيقه وانا اكثر واحد حقيقي لما اطلعت على الاسماء تاثرت وتعرفون صار بيننا عيش وملح واللي راح يطلع اليوم راح يكون تاثيره قوي علي انا وعلى المشاهدين وعلى ايضا الصحبه اللي بينكم والعشره اللي كانت فتره الايام الماضيه اعتقد الاستهتار في الايام الجايه او الماضيه ما كانت في محلها التفت لنفسك ورجع وعدل حساباتك لانه الجائزه لو تلاحظ كم الجائزه البرايم كلكم تعرفون كم الجائزه كم 300,000 ريال يعني اكثر من ربع مليون ريال للفائز فاعتقد استهتارك انك تسحب 500 ماينس انت اولى انك تاخذ هالجائزه ظافر الشهراني تعال عندي يا لب قلبك لانه انت مفتاح الكائنات الجميله والمختلفه وكسل للروتين بقبقيق وعلى مرقدي تفضل يا قلبي ظافر اهلا ركز معي زين ظافر طبعا انا دائما ابدا معه في البدايه وبعدين اختلف معكم اختلاف جذري ومعنوي ما قلت ما عمرك خلنا اذكر من زمان اول مره جيتك يا ظافر كنت تقلد صوت الدجاجه تميزت بتقليد الاصوات والمره الثانيه قلت لك نعيما المره الثالثه تذكر وش قلت لك؟ المره الثالثه؟ دالحين احنا كم لا الرابعه ذي ولا؟ لا بس ما ظهرت معك براين ولا لا الموت مش اني متخرج ظافر راح تروح بيت الحكمه وراح تشوف ظرف من الظروف موجوده في جلسة المشراق راح تشوف ظرف هناك تاخذ الظرف ولا تفتحه وتمشي لين تواجه سيارة هنا السيارة هذه أنا راح أكون داخلها تعالي وسط السيارة وأنا أعلمك نتيجتك لما أعلن ما راح ترجع الشباب وين بتروح؟ بيت الحكمة ترجع بيت الحكمة خشمك هالذيب ونفس الطريقة الشباب ركز معي إذا أخذت الظرف خل وجهك باب الحكمة جوا وجهك وين؟ باب الحكمة وانت في المشراق تمام ضروري لأنك بتشوف شيء بتعرف تفاصيل وين الظرف تمام ظافر؟ أنت خلنا نسمع المشراق وطالع باب الحكمة اللي برا ولا داخل إذا وقفت عند المشراق ناظر باب الحكمة باب ناظر باب الحكمة خلنا نسمع قلبك طيب الهنجر منا ولا منك؟ اقدر افتح منا؟ طيب وقف عند الباب خليها شباب قبل ما تفتح الباب اصبر وقف اول ما نطلع فارس لبى قلبك تسكر الباب وراح نبعدكم عن الجو الخارجي ظافر جاهز؟ جاهز ودع الشباب تبي تقول لهم شيء قبل ما تروح ممكن تكون برايم ممكن ترجع للقريه ممكن تاخذ احد الجوائز درع جماهيري او 700 او 400 بس هذا كله ما راح يعرفه الا اللي راح يجيك بيت الحكمه وممكن يكون ضحيه او راح يرجع القريه او راح يفوز احد الجوائز الثلاث افتح الباب يا فارس ايش اللحظه
استعجل. روح روح يا باف الروح، ما بعدك جروح. روح روح تعالي سيارة. روعك خفت بالله؟ والله اخترت. ها؟ والطريق الدنيا بالله خفت؟ ايش سويت هناك؟ كنت بفرز كذا على طول. فوق التعب والهم اللي انت فيه اقرا ايش مكتوب. انت صادق؟ ايه اقرا ايش مكتوب؟ ما ادري. اقرا ايش تي ما نعرف اقرا. ورى المشاهدين ايش مكتوب. بالله حد اقرا ذي. وش مكتوب وش مكتوب قل لي وش اللغه هذه. والله ما اعرفها. وش هو اعطني لغه. انا حد عربي وانجليزي. حتى انجليزي ما اعرفه. وهذا وش هو فكر فيها. دبليو هذا نتيجتك ترى هنا مكتوبه. الطلاسم هذه طلاسم مش طلاسم. طلاسم ولا مش طلاسم؟ آخر كلام. أنا أشوف إنها مش طلاسم. هذه نتيجتك تقرأها بهالطريقة باللغة الهندية. بالأردو. بالأردو. ظافر مبروك رجعت للقرية. الحمد لله. أخو بركت معي ولا أطلع كذي. بس ما تروح للشباب. بيت الحكم. أنت رجعت للقرية. بس وين تروح؟ بيت الحكم معجز. ما فرحت ما في شيء. خبا اطلع وصايح. يلا راح. بس انت بيمكن يجيك. اسمع انت بيمكن يجيك شبح او شيء. بس عبر عن شعورك. ادوها عني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فين هو ذاك؟ افتح واسبح. افتح يلا يا شباب. كلكم ما تدرون وش مصير ظافر الشهراني صح ولا لا؟ متشوقين صح ولا لا؟ تعال يا فارس القحطاني بسرعة. فارس وينك يا فارس؟ فارس بسرعة. طبعا بسم الله عليك. يلا يلا امشي سبق جوب. سبق احا سي تيريريتيتي. يلا توكل على الله. دقيقة اصبر ركز معي. فارس الله يسعدك. الآن ناظر هنا ولا هنا؟ كيفك؟ وانت مين ناظر؟ تعال كذا ارفع شوي بالله سعود. بس بس خلاص شوف يا فارس ركز معي زين. حلو. انت مع لا لا انت ما تعرف مصير ظافر. كلكم اكيد ما يعرف مصير مين؟ ظافر. ظافر اما ظافر رجع للقريه او طلع برايم او فاز احدى الجوائز الثلاث. لكن من راح يعرف؟
فارس واللي بعد فارس واللي بعده وبعده، والمصير صعب عليكم لكن سهل على المشاهد الآن. تفضل يا شيخ فارس، روح للشيخ المندي في ظرف هناك راح ينتظرك، ومر عليه السيارة. قفله قفله. الله يسهل، الله يسهل. وين الظرف؟ بسم الله. طلع لي ابن الآدمي. طلع لي بغيت امسطه بالعقال. تكفى. ايش فيك؟ علمني ايش صار تقول. والله فزعني على الخوف اللي فيه. يو جاك جاك جاك. روح روح روح، وانا اشوفك تعبت مني وتعبت منك يا جروح. روح. هذا اللي تشتكي يا فارس، اما ترجع القريه او تاخذ احد الجوائز او تروح للبرايم. تفضل. انجليزي. اقرا ايش مكتوب. الله ماشي. حاول. تليوف. ارفع صوتك. تليوف. تليوف. هذه باللغه الفرنسيه. تراني. ما وصلنا. باقي. تبي اقرا لك اياها؟ والله يا ليت. هذه اسمها تيوزو نيوغوفا. تيوزو نيوغوفا، قول معي. تيوزو. تيوزو. نيوغوفا. نيوغوفا. صيني ذا؟ لا هذا فرنسي. طيب. صيني سوباتا سونيكاتا سيتي كذا. ايه. من جيبك ذي؟ لا هذا كذا لغتهم. طيب. فرنسي غيني بابا زورني ليبي. يعني يا هلا بك نورتني. الله يسلمك. وش مكتوب تيوزو نيوغوفا؟ وش يعني؟ انت في البرايم. ها؟ انت في البرايم. شلون عرفت ان انت في البرايم؟ عد عد ال ال تيوزو نيوغوفا. شو يعني؟ فكر. تيوزو. تيوزو نيوغوفا. حاول. المهم شكلها برايم. الله يكرمك. وشو؟ ايش قلت انت؟ شكلها والله الامل بالله كبير لكن تيوزو نغوفا انت نمونيه يعني في البرايم. معلش يا فارس شد حيلك في البرايم وروح البيت حكمه. خشمك يا قلبي. معلش. الحمد لله. سلام. الله مرحبا يا الخوي. تيوغوزو مدري وش اسمه ذي. برايم. افتح الباب. افتح الباب. شباب ركزوا معي. هذا مصير مين؟ فارس القحطاني. ايوه. وهذا جزء من مصيره طبعا. شققت المصير وراح البيت الحكمه. واحد منكم راح يعرف وش مصير فارس. الله يهنيك عبد الرحمن، حطها في الحاويه الخاصه بالاستوديو وتابعك حتى تحس بهذه المشاعر لما تجيني لموقع الحادثه. اشكرك. تفضل معي يا معاذ الجماز. اسمح جميلي. اسمح. انت ايه انت غير الناس عندي. تفضل يا شيخ محمد. تفضل. لبيه. والله منك يا ابو معاذ. عيون اغلق الباب يا شباب جعلني ما ذوق حزنكم. عطى سلام. سلام اخر شيء. سلام تحت. يلا معاذ يا عيون. انا ما تغديت حقيقه ولا افطرت، وعطوني مؤثرت كذا يا حمادة عشان نعيش اللحظة. كنك عريس أو كنك فنان؟ أنا ما أدري شو. ركز معي. أنت كنك فنان تشكيلي وأنا شكيلك. أنت وينك؟ بسرعة بسرعة. أنت وينك؟ أنت وينك ليه
ما عجبك حنينك. شوف انا ما تغديت ولا افطرت ولا تسحرت، المفروض اني اكون صايم اليوم، لكن بنسنعك اليوم. مشتي صراحه عندكم التميس في القريه مختلف، فحبذا قبل ما اعطيك نتيجتك تتوجه للتميس، ومنها بعد تدور ممكن يكون ظرفك في محيط التميس. ظرف وين؟ جيب التميس وجيب الظرف، بس اذا لقيت الظرف قبل التميس خل التميس وجيب الظرف، لكن لقيت الظرف قبل التميس جيب التميس. تفضل. ادوز. كيف؟ عد رايك بالله. عد رايك السيارة. والله بطل السيارة. ها؟ والله بطل. تبي تامل عليها؟ مبارك. عقبالك يقول. حبيبي. ما في أحد هنا يا شيخ. وين حق التميس ذا؟ بالله الله يزين جلدتك والله. وجع مندس بعد استغفر الله العلي العظيم. ما تعال 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 يا في شيء هنا بعد ولا ما في شيء؟ في شيء؟ لا تعال تعال انت في امان. يا درب الانام معاذ، البضاعة اللي كلمتك عنها قبل فترة لما نحن البحبة سكر ذا ولا سكر الباب معاذ. تتوقع اني انا اكون رئيس العصابه؟ والله اني اعرف ان انا رئيس العصابه هنا. طيب افتح الظرف وخليني نقرا انا وياك وش مكتوب فيه. بس قبل ما تقرا الظرف، جبت البضاعه ولا ما جبتها؟ اي موجوده، الكواب والكاسات، بس ما فاضيه. فاضيه؟ خذ اول كاس. هذا كاس المر اللي راح تذوقه. لا ان شاء الله ما في مر. ما في مر؟ لا. طيب عطنا اقرا النتيجة. وش ذا؟ وش مكتوب؟ هذه نتيجتك يا معاذ. بتفلسف شوي ولا هذه خربيش؟ ايه ور المشاهدين بعد خليهم يشوفونها. هذه نتيجتك ترى ممكن يعرفونها بس ركز زين. يلا اقرا. ايش اقرا هذه لغة؟ بي ال اي بي ال بس قبل البل في كلمة أو حرف. ركز زين. عين. لا مو بعين، اقر زين. ما اقر زين أرجوك. لا تتعبني وتعب المشاهدين، ما عندي وقت، عندي أشغال وعندي ظروف في الوقت. تكفى الله يرحم والديك يا حبني لك أنت. وينك؟ وش مكتوب؟ والله مو عطني عطني مكتوب. مبروك رجعت للقرية. يلا انزل. عفوا بيت الحكمة. ها الحق ذاك اروح الحقه. ها الحق ذاك. حياك لك. ارجع بيت الحكمة بسرعة. والله يا شيخ واحد هنا طلع لي من فرط التميس. شباب ركزوا وياي، اسمعوني زين. والله العظيم انا احس اللعبه بدات تصعب علي. انا تدرون ليش؟ ما ودي ان انا
اعلمك وش نتيجتك، ابيك انت تعرفها. الظروف ممكن تكون لغتها مختلفه عن لغه المدرجه او صح المعنى اللغه العاميه اللي احنا نتكلم فيها. حاول قد ما تقدر تعرفها، او خل ضميرك هو اللي يعرف وش نتيجتك، هل انت ترجع وكذا. ابيكم تساعدوني ولا تطولوا معي عشان ما نتعب اللي خلف الشاشه واللي يحبونكم. تفضل معي يا عبد الله الجميري واسبح. تفضل. عبد الله سم. ركز معي زين، ركز معي زين. الشباب ينظرونك، احتمال ترجع وتعيش اللحظة. الله يكفينا شرك. وتسمعنا عباراتك واللزماتك العفوية. حلو. اسبح. اسبح. ولد. ولد. أها. أها. أو تغادر ويكون اليوم آخر يوم لعبد الله الجميري. إيه. تعود بشطن. ترى التفاؤل بخير زين وأنا أخوك. محل العطورات الدخيل، بين العطورات، بين العطورات مصيرك يا عبد الله الجميري. وتعالي تعالي عند السياره. سكر الباب، روح يا عبد الله على هونك. حط عطني يدك. ولد يمكن يكون معك الكل. لا تفضل، انا بتشخص. عبود ما كده زين المرايه ولا لا؟ الله يجعل ان شاء الله مصيرنا. بسم الله. السلام عليكم. مساك الله. اول شيء عطرني من عطري له انت، انه نوران معروف. لا نوران انت ما تغلطك. خلاص ابدا. تعال عبد الله. وين هذا؟ طلع عشان اضرب. لا مش طالع. تعال انصرف. انصرف. روح روح روح. تعال عبد الله. لا خلاص ما اشتغلت. عبد الله انا قدرت. ركز معي. ها جالس تشخص من اليوم. جالس شخص من اليوم. ركز معي. انا قدرت مره ترى ماني طبيعي والله. وش ذا يا ابوي؟ ما تدري انت عبد الله حبيبي. لا انت انت اسمع. قلبك انت وش اللي ايش قلبك طالبك؟ قلبك ما ادري وينه. عبد الله عاد النتيجه ممكن تضيق صدرك اكثر واكثر. طيب ما مشكله، بس حط النتيجه ذيك. تبغى النتيجه؟ عبد الله اقرا شو مكتوب بسرعه. كيف اقراها؟ اقراها شو مكتوب؟ بسرعه. كل الرموز معايا دي. هذا رموز. حاول تقرا شو مكتوب؟ شو مكتوب؟ شو تقدر اقرا معايا دي؟ انت شو تتوقع؟ يا اخي قل لي ابراهيم. عطني اياها.
حطها في مويه واشربها. طيب وانا انت برايم اسالك بالله. اي والله ليه مقرشه. روح البيت الحكمه. معلش عبد الله. برايم بعد ما جنني بعد ما قتلني. عود الله حسن جمال. عود الله حسن جمال. الله لا إله إلا هو. باب تعال. تعبتكم معي كثير حبيبي. شكرا سعود غربي على الضغط النفسي اللي فيكم اللي انكم متعاونين ومتكاتفين. اسكر. واللي ما يطول العنب اكيد انه قزم، والباب اللي يجيك منه ريحه اكيد النجار مركبه غلط، والانسان مثل ابن ادم اذا توفى مات. تعال يا عبد الرحمن الخضيري. شخصيتك ما تغيرها يا حبيبي، لا تكررها. علق علق. عندك كلمه بتقولها لاهل سعود قبل ما يغادركم؟ اعطني تعبير او توصيه او شيء في خاطرك. راح اشتاق لك. راح تشتاق له؟ وجه ابراهيم واضح. وممكن راح تشتاق له. نفس الشعور ترى كلها. ليش؟ سكر الباب. لك شيء؟ احبك. انا احبك بعد. تعال يا عثمان. لا تطولون بسرعه. ودع الشباب. لين اخر 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 اخر. حط اصبعك. لا حط اصبعك حط اصبعك. قاعد تستهبل انت وراسك. شو اسوي يا عبد الرحمن؟ سلام. خليني قلت كأننا في الحارة قديمة. أمس قاعد أقلب في تويتر، قرب قرب جنبي. أمس قاعد أقلب في تويتر يا دحوم وشفت الوالدة الله يحفظها مغردة فيني. والله؟ إيه تقول شد حيلك ما أدري وش في المطبخ، عسى الله يفكنا من إبراهيم وجواب إبراهيم المهدي. حطتني في نص الجبهة أمك ليه؟ والله يا أخي إنك سبب رعب. ها؟ طبعا فقرتك سبب رعب لنا. والله؟ ولا أنت عسل إيه؟ والفقرة؟ سبب رعب والله. بالله عليك. إي والله. طب راح أجيب لي حلا من ركن القصيم. أنا عازمك على بيتي فور وبقلاوة. طيب. وجيب الظرف اللي تلقاه هناك. روح! وشوف مصيرك. يمكن تروح ولا عاد ترجع، وممكن تزيدنا جروح وترجع يا أغلى الجروح. كلها زي بعض. حبيبي سلمت عليك. والله بغيت تروح الف امي. عبد الله ابراهيم. انا ابراهيم والله اسالك بالله. عيد عيد ايش قلت؟ انا ابراهيم والله اسالك بالله. والله والله ما صدق اسالك يا اخي. والله انت ابراهيم ولو سمحت دقيقه ايش تقول انت؟ عفوا عيد اسالك بالله. انا ابراهيم والله. انت ابراهيم؟ انت ابراهيم جوا. ناس ما تجي الا بعين حمراء. تفضل سياره اخوي عبد الرحمن. تفضل
هذه كلها هذه كلها نتائج شيء. سكر الباب. مزكم حبيبي؟ يعني ليش ما سكرت الباب؟ خاف يجيك البعد. أحسن حرامي. أحسن كذا أسلم. سكر ولا تبي؟ لا أحسن كذا. أحسن كذا؟ طيب عبد الرحمن هذه نتائج الشباب مع التمرين. تسمح لي عشان ما نعيد الماضي ونعور قلوبنا؟ اقرا نتيجتك يا عبد الرحمن. شو مكتوب؟ والله من وين تقرا ذي؟ اقرا شو مكتوب؟ باللغة الإيطالية دي راكاسانيتا. راكاسانيتا وش يعني؟ جامعي أنت يا عبد الرحمن؟ إيه الله الله. راكاسانيتا وش يعني؟ والله ما أدري. ورى المشاهدين في ناس يعرفون بيعلمونك. تابعهم شو بنظرهم. قل لهم أعطهم راكاسانيتا. راكاسانيتا. يعني أنت خارج دائرة خطر ورجعت القرية. الحمد لله. شو رأيك فيني؟ قسم بالله هذا الحين نزل قلبي كنت اتوقع معدتي شكلها. مبروك. روح بتحكم ها؟ الله يسعدك. يا رب لك الحمد. افرح يا رب. اركب. يا رب لك الحمد. عيوني. افتح يا سمسم ابوابك نحن النمني. افتح واستمتع وخوف نفسك يا قلبي ليش. حياكم الله. مين تتوقعون؟ مين خذني معك؟ مين تتوقعون؟ صوت غربي. تركي محمد. زياد. كروم. كروم بالالعاب. مين؟ قولوا معي اعطوني اسماء. كروم. هيثم سلمان خالد واحد منهم. حلو. هيثم سلمان خالد. ارحب يا وجه البراير. سعود غربي. مين؟ من نادي؟ اقول في مثل يقول ضربتين ضربتين في الراس توجع. توجع. ضربتين في الراس توجع بتمادي قلب مولع. تفضل معي كروم عبد الكريم وراجع الحارثي لمكان ما. اما من بعض سكروا الباب شباب. راجع سم. عطني العصا دي. يلا بس بسرعه بسرعه بسرعه. كني شرك بريم. شوفوا يا شباب حبيبي ركزوا معي زين. اعطوني صوت الملعب يا احمد بسمره عشان الشباب يفهمون انه ضربتين في الراس توجع. سبق حتى بعد الهواء او قبل الهواء اجيكم وانبهكم يا شباب ترى التمادي في الرصيد الخفي في تقصيرك في غيابك في خروجك من القرية في رفعة صوتك في في وفي وفي هذه ممكن تحرجك لأنك أنت داخل لعبة وما دخلت اللعبة إلا أن عارف أنت وش سياسة البرنامج. نعم. راجع سم. لو قلت أنا ضمن أعضاء الجسم في عضو كأن في كلام ما يدري عنه المشاهد، إيش هالكلام اللي ممكن يقوله في هاللحظات؟ وقرب مني يا كروم حبيبي.
ما فهمت شيء. والله ما شفت العيون اللي ورا. ما فهمت شيء. والله عندك أعضاء في جسمك. في عضو من الأعضاء كلام خفي ما يدرون عن المشاهدين. طلع هالعضو لل. القلب القلب. قلبك. قلبك إيه. داخله كلام ما يدري عن الجمهور. ممكن يعرف وش هالكلام؟ جميلة. بورلي صار له نتاكل بورلي صار كتكي أربورة ما أدري يا أخي وشو؟ والله الكلام اللي ما يدرون عنه إيه تأكل رم جميل إني والله العظيم شايل هم حاجة واحدة وشو؟ جد جد بدون كذا بدون أي شيء أنت طلبت الكلام من القلب إني قاعد أفكر كيف طلعت من برنامج إن شاء الله من متى أرد لهم الجميل ذا بس طيب برجع لك في أشياء ثانية برجع لك حبيبي ريفان ركزوا مع بعض والله عيونك اللي ورا تخوف وينها هذه اللي ورا ورا الجمهور ورا المشاهدين هذه حلو تسلم ركزوا معي شوفوا الغريب في الظرف اللي بتروحوا له ظرف واحد يجمعكم يجمع مصيركم العباره قصيره ولكن يجمع مصيركم انتوا الاثنين يا برا القريه يا جوا القريه يا برا القريه يا جوا القريه ألعب ورد القرية واحد جدك جدك تروحوا للسيف غاليري في المركز غاليري غاليري مركز سيف معروف غلري. المركز اللي هناك حلو تحت المسندة فوق المسندة جنب التكاية في ظرف اللي حدد مصيركم انتوا اثنين امسكوا بعض دقيقة دقيقة بطل ايه اوكي عطني هذه ايه انطلقوا والله كنا بداية لا ان شاء الله هلا والله بابو سواق نايم يا ابو هذا حق عريس دي بسرعة يا شباب هذه حقة مهريز هدول رفت شاقة فتشان بسم الله عليك الله يكفيني شركم استهدف ترك الطاية قبل شوية نزمين يا خلان اصبر بسرعة. اصبر افتحها هناك في السيارة افتحها فين ابراهيم جبها جبها اصبر يا واضحة ذي استهبل متعب الشباب وضرب سهلة تعال تعال والله برد حبيبي على فكرة فهمت الكلام والله أول شيء أنتوا بأي حق تفتحون الظرف بدون ما أقول لكم من اللي فتح الظرف؟ خلاص واحد أتوقع من فتح الظرف انت توقع جاوبني بصراحه يا الله يا عبد الكريم متقدم شوف من اللي فتح الظرف انا فتحت الظرف بنية راجع ليش فتحت الظرف راجع بنيته ليش راجع قاعد يقول لك هو فتح الظرف بنيتي كيف من اللي فتح الظرف فيك انا اتشرك من الاثنين فيه علم يا اخي سؤالي واضح انا فتحت الظرف من اللي فتح الظرف ليش فتحت يا عبد الكريم لا اعتبر انا كلنا اثنين فتحنا الظرف ليش فتحته عشان نجيب لك ومصير بنفتح عرفت بس فاجاني الكلام اللي هنا وش مكتوب فاجاني ترى فهمت انا وشو راجي هارسي ما في برايم هذه طبعا بالهندي هنا اللي هناك دقيقه كريكومكو ورا بريكومو كريك انت كريك مكتوب انت هذه لغه اورديه صح صادق عطنا اقر اردو ايش اني بورلي لا عبد الكريم الهربي وشو ان شاء الله انك راجع القريه لا مكتوب عبد الكريم عبد الكريم الهربي راجع قريه يا شيخ الله اكبر كرم خالد انت متوقع في رجع قريه خسبوا كلامه انا خلاص رخ خسبوا كلام رخك دام تشارك معنا انت ما في ايش في الفتره الماضيه زهافيشن انا زهافيشن بس سيشن في جمهورينيشن يتبع يد امانيشن طيب انت ممكن يعني جمهور خلي انت لانه انت في سيري بيني قري بيني لا جمهور انا ما في جمهور انا اوكي شنيني برد بحنا والله جاني قرار بس اني ما سمعته زين يعني قول لهم ايه يا ناصر ايه اوه تشيلبرت كيف ترى برد الكنترول قال لي شيء بس انه
خطير والله. وش تقول انت؟ قول للمشاهدين وش قلت؟ ما قلت مشاهدين. اكيد علمونا الخبر الحصري اللي قبل شويه يا شباب. وش تقول انت؟ رجال القريه ان شاء الله. ها؟ رجال القريه باذن الله. راجعين باذن الله. وانت؟ راجعين ان شاء الله. قلت لكم في البدايه ضربتين في الراس توجع يا راجع انت وعبد الكريم. والله ما كنت اتمنى اقولها لان اسماءكم اصبحت في مصاف التحدي في هالبرنامج. لكن زي ما قلت هذه لعبه. وش تقول انت؟ شو تقول؟ قرار. روحت لي هذه لعبه. قرار المكتوب هنا. وش مكتوب؟ ان شاء الله راجعيشن. راجعيشن قريتيشن. اجل انتوا الاثنين للاسف برايم. سلك بالله. اي والله ام الاثنين برايم. كيف تجي؟ روحوا بنت حكمه يعني نومنيه. والله من جد. معليش شباب استهبل يمزح الرجال ترى مو صادق. والله برايم. والله ما لك احد. معليش راجع حبيبي. صدق نيشن انا ارجعيشن. انت زريشن كل نيشن ان شاء الله. مع السلامه يا راجح. انت عندك الله يسعدك. تذكروا كلامي. لا ان شاء الله باذن الله راجعين باذن الله. يلا باذن الله. الله راجع. كيف شو اسمه؟ انا ترى هامور تدري. راجعيشن في اي راجعيشن. والله كان اجل قريت غلط. يرجع ايشن. والله برايم ايشن. يا برايم ايشن يا عيال. قسماً بالله إنه هالبرايم قسماً بالله إنه هالبرايم موجع علي أنا شخصياً وعليكم أنتم لما تعرفون النتائج وعلى المشاهدين اللي انصدموا هاللحظات وأنتم الآن ما انصدمتوا من اللي راح يدخلون البرايم. قال لكم أسماء ثقيلة ترى. أقسم بالله وأحلف من قلب إن الاستهتار والتمادي في الفترة الماضية يأثر على رصيدك إن كان الخفي أو الظاهر. والحسابة بتحسب وتوجعوني لما أجي هنا أعاتبكم وأخذ ثوب اللوم وألومك وعاتبك وناقشك وتلوموني إن هذا الموقف كل فيكم يحسب له ألف حساب. سعود فهد تفضل معي. يلا يا سعود. السعود العلي عذبني ملهوف الحشا وتعبني وتبدي عليه وغبني من غير جميع الله. وسعود العلي غلبني والحاشمنا والله. سعود تفضل مروق المنجا. يلا سكر الباب. مرسم وشغل. سعود حبيبي ما ودي اطول عليك. الاسبوع الماضي خذيت الدرع الجماهيري. الله ما تدري ايش مصيرك اليوم. الباب اغلق وانت الان فكرك ومصيرك اغلق ايضا على الشباب. ولكن المشاهدين يعرفون ايش مصيرك في خلال هالثواني والدقائق القادمه. روح جهه المسجد وقول يا سعود العلي عذبني ملهوف الحشا واهغمني وغبني علي وغبني من غير جميع عجله. يلا السلام عليكم. يا ويلي يا هات
يا اخوي فكر من هذا يا اخوي ارجع روح جيب الظرف وروح روح فيك سلامات اركب سيارة سعود سلامات فيك لحملك يلا بسرعة يا سعود شلونك يا قلبي يا هلا ما بعد تزوجت يا سعود صح ولا لا لا والله تبي نزف لك فين الموتر انت وام العيال اي والله ولا ها ولا وين شهر العسل بيكون ان شاء الله والله بنقدر ندوبه مذنب هذا بالحالة سفرة مصيرك عندي ما ذوق هذا المهر هذا الله يعافيك هذه طلب عانية الله يرفع قدرك ايش مكتوب يقول لك المركز الاول اح تستاهل عم ترجم ترى يعني طب وش اللغة المكتوبة هذه اللغة بتقل اردو لا النيبالية نيبالية احنا عسانا نعرف عربي نيوسا تيلي نبا نيوسا تيلي نبا يعني اذهب حيث ما شئت وانت وين شئت انا بروح قرية اجل ارجع القرية والله مبروك الحمد لله محمد وسعود العلي عذبني سعود غربي تفضلوا معي واللي داخل الهنجر يقفل الباب بسرعة يا شباب سكر الباب انت ليش حق وجه اوكي اوف لا قلب طقاقة يا وريان قلت ادب قلت حين مروق اليوم على الاخر والله لونك يخوف حبيبي اليوم الجاي ليش؟ والله الرعب يمشي بالدم يوم اشوف لا والله خايف؟ تضحك البيضاء؟ ايه سعود انت واثق ما شاء الله تبارك الله واسلوب طرحك مره عسل وفطين يحبون كبار السن ودائما في سناب شات ارفقي على سعود لا تمرض ميمتي ولا تتعب جدتي أرجوك علمنا عشان كذا يا شباب سهيت ولا أدري إنك تجي في وقت سهواتي ألا ليتني طول العمر ساهي بغلاتك يا قلبي الله يسعدك عطني بيت كذا سمعنا يقول أوف يا كبر الحلام اللي على بالي وشفي واخ اخ يا راسي من التفكير فيما لا يشونه وح اح يا حر انتظاري للقبول من القفي واه يا حب نعطيت الناس ما يستاهلون صح لسانك رد عليه انا ابراهيم
ها؟ أنا إبراهيم؟ والله صرفت صرف الأسبوع هذا، الظاهر إني مو إبراهيم، الظاهر إني في السجن. تعال معي. إبراهيم ترى ضحكتك قاعدة تخوف. طب وقف وقف. خليك من جنبي. تفضل. أبعطيك قصيدة. أح من قلبنا. بلا تهلي. أح من قلبنا وجعني. هذا قصيدة لا احنا نضرب الحين. لا لا اسمع. رد معي. قول أنت قل لي آخر بيت. طلعت من ذا الباب. قل باب. ممكن هذا شطر. قل باب. طلعت من ذا الباب ومعي اثنين مثل الفخامام. فخام يعني. ابراهيم ايش فيك ابراهيم؟ ابراهيم تخلصها تكفى. والله برد انت مرعب مرة ترى. لا والله. حبيب. سعد. نتكلم يا عبد. خايفين الين الوصول. برد ولا رعب عشان نعرف؟ الصراحة برد لا شوي مو برد بس انه في شوي رعب. ضحك ضحكات من شويين. على فكرة انا انصحك نصيحة. إذا طلعت يمكن أطلع معك سو بس إذا طلعت أنت لحالك وأنا بقيت في القرية فيه باليوتيوب اسم سعود غربي فيلم رعب لا يفوتك شيء. كيف تلعب؟ أنت جالس تلعب معي؟ كيف تلعب؟ ليش أغمق؟ ها؟ أنا أسوي فيلم الرعب وأنا خايف أصلاً. أنا جاي أسويه وأنا خايف. طيب روحوا كلكم خلطة الجنوب. والله أبي قهوة والله. ولا أقول خلكم روحوا مركز التخيل. اللي هنا؟ جلدين هي بورلي تارلي. أردني من نهاتي يلا بسم الله. دوس 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 يا خنفوس دوس. الله 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 كيف تنام؟ هذه السيارة معاهم خسارة خسارة حق حظا يلا 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 راح ناكل. شوف 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 اجلس اجلس ها هذا مصيرك تفضل تعال بالله عليك روح سعود سحر بس ابراهيم ما مال السبع وجه تعال في بنقال هنا تعال وقف هنا ورد تعال ابراهيم هلا تكفى اعطوني السياره هذه وتنازع عن برنامج ابراهيم احنا مشوا ما ركبنا فيها تكفى يلا اركب نركب منين؟ اركب من هنا يلا وري وراك كوب دقيقه باقي كشته بس يلا اركبوا بس شيل المرتبه عشان اجي بينكم انا يا ولي ولا اقعد اقعد مكانك سعود يا ولي ولا يا ويلي قسم بالله السفر ان شاء الله اقعد اركب اركب هذا ما تستاجر فندق هذا ما تستاجر فندق بدون شيء شو رايك بس يبى الضوء هنا اي والله يطلع جوز انا جاني جاني خبر حصري لك يا سعود اي وش يقول سعود الغربي ترى يحب الفخامه والله فحب بس هذه غاليه الملويه كم هذه طال عمرك تامر عليها يا سعود انت طبعا بس هذا مو بقدر قدرك يعني لا لا لك كفي يا ولد هذا تنبطح اني والله تنام كل مكان نشوف ها طيب لو قلنا تطلع من البرنامج نعطيك هذه تطلع تم خذوا عقالي ملكم بعد لا والله هم لابس سلم نفسك طب اقرا النتيجه ثم نرجع لك يا تركي شو مكتوب ورا المشاهد يقول هاي تنقرا هي هذا تنقرا انا النقوش الفينيقيه كنت افككها حلو في هذه هذه الف حلو نون ايوه هذه برافو عليك ترى سعود انت قربت والله ايوه الف نون ايوه
هذه ام ام ابراهيم ها نومني قطع ايش راح ها اوكي انت قلت خلاص وقرنت اقرا 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 هذا قبر موجود في اندرسكار موقع طب انت قريت هذا شو مكتوب انت ابراهيم انت ابراهيم وهذا ايش مكتوب 10 رشم 10 رشم لا لا وش مكتوب انت ما انك ثاني مره ابراهيم هذه مختلفه هذه هذه ام حرف ام حلو ابراهيم حلو شوف وجهك ما بنفس هذه اه يا قلبي والله العظيم انتم يا اخي والله اني احبكم قسما بالله على موم سعود الخط اللي او الطقوس المكتوبه كانت صحيحه في محلها انت ابراهيم ايوه تركي وش قريت بسرعه عشان اعطيك ما ادري وش مكتوب مصيرك حاول تقرا والله في ام وفي كلها طيب ام نفس الام اللي هنا اي نفس الام هنا يعني كلكم ابراهيم تفضل روح بيت الحكمة انت وانت سعود وابريان يعني تركي دخلوا في البرايم اليوم تفضلوا السيارة بعدين تفهم شكرا لجرحك بيت الحكمة جرحك وصل ها جرحك وصل اوكي جرحك وصل جرحك وصل معلش معلش اعطني اعطني حضن معلش شد حيلك بشار تكفى سعود تكفى تركي شد حيلكم ها جرحك وصل ها شد حيلكم انا من يوم مشيت معك تصرف كثير صحوني منك والله خوفوني يا اخي الحمد لله الحمد لله الحمد لله اكلها زكمت ما ادري هو بداية حزن فيني ولا من الأسماء اللي وجعت قلبي الله لا يهينك يا هيثم خليك معي هيثم تعال ولا من الروحة والجية الجو عندكم دافي والجو برا بارد والحزن زاد أكثر من اللازم أنا قلت والله الأسماء قوية لبى قلبك يا هيثم لبى عمرك أحبك أحبك ربي وين خالد حامد ما في اعتذر من البرنامج ما هي هذه الحقيقة أنا نايمة تعال خالد تعال 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 الله يرحم والديك تعال 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 أنت خايف خليني أخذ جكيتي اللي يذبحني البرد أقول خلي جكيتك بسرعة خالد خالد لا إله إلا الله لا تعال 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 يا حبيب تعال يا على فكرة إيه ترى وجهك وجه ابراهيم ها تعال تعال ابو خالد تعال تعال عقب يا وجه ابراهيم يا الله انت خارجنا يا الله في خبره تضرب عندك خبره مثل ابراهيم ها حياك الله وش يعني لك ابراهيم المعيدي محسوبك والله اني احبه واعزه واقدره لكن اذا شفته ايوه عليه شلونكم سيارته الجديده والله انا كويسه لكن اللي فيها هذا يخت متحرك هذا اللي فيها بيخرق طب امشوا اللي فيها خالد اللي فيها يخرق وش رايك في ابراهيم؟ ها؟ وش رايك فيني؟ انت والله الذي لا اله اني احبك واعزك واقدرك طيب لكن تعرف وجهك وجه ابراهيمات طيب هيثم ستوب تحبني؟ جدا وش اعني لك انا؟ في كل الايام ما عدا السبت في كل الايام اخ وصديق وعزيز وغالي والسبت؟ مجرم؟ السبت انا مجرم انت مجرم هذه الحقيقه الغايبه والله يا اخوي اذا شفت وجهك يجيني صداع في العقل والله العظيم طب انت شو انت يا بيب مصير كم بس جن يلا توجه والله تعال مشي طيب ادري احنا لا موسمك بالعصا لا اله الا الله من السجن واضح ان الحظ طيب لا لا دائما فيها سجن اصلا دائما اذا دخلت السجن تروح على 200 يعني ما فيه شيء والله
اله الا الله. قول سوس روح انت عشان وجهك وجهك. لا والله انا ما انا خرب عليهم السجن. الله يبارككم تمحين. الله يطلع بالمحين انت. خذ ورقتي وخذ ورقتك. ايش هذا؟ والله هذا الحقيقه مره. ايش السالفه؟ السالفه انا يبغى لك محط. ليش؟ والله يبغى لك الثنتين بتاع على ظهرك. اعوذ بالله. لا اله الا الله. ليه؟ خاف الله فينا، كنت احسب بيفجر فينا في الذي. عاد قلبي مخلوع. استني انا ذيك تقول بالله عليك. اي والله. ايش اللي صار؟ ولا حاجة. تعال هنا واحد يمين واحد يسار. في واحد شبهك. اثنين شبهك صراحة مو واحد. اثنين شبهي. انا احب اصحاب اليمين. تعال تعال ابيك. ما دام تحب اصحاب اليمين تعال هنا يا خالد. الله يستر امرك. وش اللي صار جوه في السجن؟ اللي صار ما صار؟ ريال اخرعنا بالطريقة عسى الله يهب العافية مودي اعطي اختها. والله انت مرة سميت شراب اسم ايش قلت؟ ايش قلت سميت بالله قل قل بالله تكفى خالد. والله ما وقت ضحك نهائيا حتى. طيب ايش قاعد تضحك معي انت؟ عجبتني حقت شرري. حد خشنك. طيب هيثم اقرا نتيجتك في الظرف هذا، لا تفتح ظرفك انت. لانه اللي يفتح ظرفه بدون اذن ممكن يكون مصيره. دخلون ابراهيم سيده. سيده. يلا. ايش مكتوب؟ جلدي جلدي الحين جلدي الحين. إن بورلي. يعني وشو؟ يعني كلك نظر. طقطق هوا؟ ايش طقطق؟ انت جايبين لك كلام ورده. انت تبغاني ارجعك جدا اليوم. والله شكلها كذا. يا قلبي والله انا شوف على فكره كثير من اللي تابعين يزعل مني يحسب اني انا اللي اتخذ قرار وهو جهدك ومصيرك والتصويت اللي من الجمهور هو اللي يحدد مصيرك. ممكن تعلق على هالجانب يا هيثم؟ بالفعل. وشو؟ الجهد هو اللي يحكم انك تكون برايم او غير برايم، والحظ كذلك حظك في المسابقات. وانت خالد ايش تعلق؟ انا اقول زي ما قال خوي مسابقات حظوظ و يعني مصيرك؟ مصيرك. انا لي علاقه؟ لا انا كاهن والله شو. وجهك اللي يجيب البرايم. انا سميتك وجه البرايم. اعوذ بالله. تشخيص اكيد روح. طيب لو بشرتك ايش بتسميني اسم؟ بسميك وجه الفرح، وجه السعاده، وجه بتاكل. ما يحتاج تفتح ظرفك. اجل خالد وهيثم ارجعوا القريه. شايفني؟ اضرب بعض. شايفني؟ اضرب بعض. يعطيك العافيه. روح بيت حفله. بين الشباب. انت وش جابك بين الشباب يا شيخ مخلد؟ انت عدني باللبناني شو يا مايكك مقفل زي العادلة. احنا
انت تعبتنا وتعبت الكنترول، مايكك طافي ولا لا؟ شغال شغال؟ خليك تشوف. تعال هنا. اوكي بسرعه تفتيش. انت مصيبه، ارفع يدك فوق. ناظر هنا، انت مايك في مفتوح ولا ما في مفتوح؟ والله مفتوح. باللبناني؟ باللبناني والله مفتوح. شو؟ لك والله مفتوح. لك الله يفتح تنجرتك، انت هبلت بالكنترول. شو شو اللي صاير؟ طيب شو اللي صاير هسه؟ بدك تاخذ الشباب كلهم. انت مكانك مو هنا، انت شيخ. الله يسلمك. شيخ شيوخ. الله يرفع قدرك. روح عند العيال على طول. بيض الله وجهك. يلا مع السلامه قلبي. لا اشوفك. لا اشوفك مع الشباب. طيب. تمختر يا هو وتدلع. شوفوا. صفت علينا الثلاثة. ابي كم باقي الحين؟ ثلاثة؟ ثلاثة. ابي زياد حبيبي ومحمد رويبي، اما انت سلمان خليك جالس. اوه لك حساب ونقاش عويص معي. اوه اوه اوريك. اوه ماي جاد. خليك لحالك، اجلس وسوس وفكر وفكر مع نفسك. كم مرة وش قلت لك؟ كم مرة ناقشتك؟ كم مرة وش قلت لك؟ اقعد ارجوك. تعبني. لا اقول لا لا تعبني سعود العلي وعذبني منهوث الحشا وتعبني. تفضل يا شباب. شغلك معك. لي نقاش معك عويص. شرباس سعد. كم مرة نبهتك يا سلمان؟ شرباس سعد، إذا كنت ريحا فقد قابلت إعصارا. شوفوا. تفضل يا شباب. بسم الله. شلونك؟ بس. تبون وين تبون نروح بس؟ بدل اللي ريح. خليني بس أسكر. بسكر الباب. اقعد لحالك. ما راح استعجل. عيش 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 في وهم. عيش زد فرصتك لحالك. عيش لحالك ريالتي يا واقعي يا هو. جود باي. يلا الله يجيك من عثرات الزمان. يلا يسترها. يلا يستر فيك يا شباب. حبيبي نشوان. الله يسعدك. روح المستشفى. ايه مصيركم بالمستشفى. طب الدكتور مسافر وفي. لا لا هناك راح اقيس النبض انت ونشوف وش عندك. ايش رايك بالسياره؟ هذا الموتر من زمان بيركب والله زي واحد زي خلاص لما تجيني روح المستشفى انت وياه، مصيرك هناك وتعال اركبوا في السياره. اللي يسوق جامع يعمل وكاله؟ ايه اوكي. بسرعه بسرعه روح 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 يلا بسرعه امشوا. اسرع 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 بالله اسرع يا شباب. شو الوضع؟ طبخ 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 يا كريم. شايف اوكي شايف هذا شو ظروف المسير؟ هذا شو زياد؟ ظروف تحديد المسير. تحديد ايش؟ المسير. وشو مصير؟ طيب افا طيب مو بحق الخرشة اللي قبل شيء غالي هذا الكلام. ارجعوا للقرية. مبروك والله. ياس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Ah.
جبرسي فل. انت متعب يا سلمان، تعال خليناك اخر واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. اسمعني زين، لا اله الا الله. اسمعني زين سلمان، خل نطلعه من القبر دول. انا خليتك اخر واحد. ايوه، لانك انت ما شاء الله شايب وكل هالنشاط ما شاء الله. سلمان فايز. انا خليتك اخر واحد. ايوه، ودائما انصحك يا سلمان، ابغى منك المزيد والجديد. حلو. والممتع الشيق الفريد. حلو. سلمان، ايش تتوقع؟ ايش تتوقع ليش انا خليتك اخر واحد؟ ايش بقول لك بسرعه واضحه؟ يعني عشان يمكن كل البرايمات كنت موجود. والبرايم هذا تتوقع تدخله ولا لا بصراحه؟ والله ما ادري يعني. سلمان تكفى يا سلمان، والله انا احبك. شد أنا حيلك في البرايم، انت نمونيه برايم. أوه. تفضل خليك بجيك. اطلع شباب بصيب. سلمان اقعد بجيك. خلاص ما تفضل تبي وجه. شوفوا يا شباب، في ناس تفرحوا صح ولا لا؟ ولا تفرح. ليش؟ لأنه ما أعلنا عن الدرع الجماهيري. الدرع الجماهيري أنقذ ناس ممكن تشوفونها شوي فيها استفزاز، لكن هذا المصير. أنا ممكن ألعب بمشاعر المتسابق، ولكن الجمهور شايف الخافي المستور. واحد منكم راح يرجع، واحد منكم راح يكون مكانه. اللي قلنا برايم وفي حسبه جديده، فارس قحطاني، سلمان الباهلي، تركي محمد، عبد الله الجميري، سعود غربي، راجح الحارثي، عبد الكريم حربي. وين عبد الكريم؟ عبد الكريم بسرعه دورة مياه. طيب الدرع الجماهيري بسرعه يا قلبي عليه يا تبدي. طيب الدرع الجماهيري يا شباب أنقذ مجموعة وصار في بديل. أدري إنه موجعة، فرحت ناس أدري، بس قلت هذه لعبة. اللي فاز بالأربعمائة ريال مبروك يا، من تتوقعون؟ يلا مبروك يا معاذ الجماز. طيب اللي فاز
بالدرع الجماهيري ولا 700؟ بسرعة 700 يلا اللي فاز بال 700 ويرجع من البرايم لأنه أنقذوا هذا الرصيد ونقول ألف مبروك تريليون مليون لعبد الكريم الحربي. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لك الحمد أما بالنسبة شباب عشان الوقت كم ساعة؟ كم ساعة؟ إلا ربع عشر يو الدرع الجماهيري فاز فيه ولا كان ودي اللي فرحته يرجع وفرحت محبينه وفرحت أهله كرم لكن قلت لكم اليوم ممكن تكون مختلفة للمشاهدين وللمتسابقين واجلس يا مخلد اجلس يا مخلد ألف مبروك أيضا اللي فاز بالدرع الجماهيري وأصبح حصانة له من الموجودين وبجدارة ألف مبروك بالدرع الجماهيري والحصانة راجع الحارثي شباب 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 ارجع 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 بسرعة 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 اسرع في واحد فرح في واحد فرح شباب اقول رحلة اموسنك بالعصا يا كروم شباب في واحد فرح ركزوا معي وقسما بالله انه طريقة اللعبة ملامة افرحك احزنك شد حيلك ولا تخاف الان عندي خمسة نومنيه اللي هم فارس القحطاني سلمان الباهلي عبد الله الجميري تركي محمد سعود غربي اللي راح يرجع مكان راجح اسف جدا فرحتك هذه مش طقطقة مش جنجفة هذه لعبة إذا شدت حيلك ما راح تخاف أحد وأقول لك يا لبى قلبك تراني أحبك موت ونجوم الليل والغربة حبيبنا الحقيقة الغايبة خالد حامد معلش خالد تعال خالد والله إني أنت لازم أرجع وجه البرايم حبيبي خالد ما علي ما شد حيلك ها شد حيلك حبيبي طيب شباب مبروك يا معالي ريال مبروك عليك ريال صديقنا الجديد ارجعوا بس اخر كلمة شباب الغريب فينا الرحم مليون طيب يعطيك شباب شباب كلمتين حبيبي راجع شباب كلمتين يعطيكم العافية اللي دخل البرايم شدوا حيلكم اللي ما دخل الله يوفقك الأسبوع الجاي أتمنى ما أشوف أسماء لمتها في الهواء أو بعد الهواء مبروك كروم معلش خالد مبروك سعود أنا انتهى وقتي إلى اللقاء يا شباب مع السلامة الله يسعدك يا الله يوفقك يا أمي ارجع 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 يلا ارجع
سوون اليوم مره. حبيبي سم اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد حبيبي رب لك الحمد والشكر كم قال لك هذا السؤال هو لا لا هو اشهد لله شوف اشهد لله لا مستحيل بيض الله وجيهم اللهم لك الحمد الحمد لله يليق بجلال وجهك عظيم سلطانك لبق اصبر لنا نعي نبيل لبق تعال نعي اللهم لك الحمد الحمد لله يليق بجلالك رحم الله يجلس والله مره ماني هامور ترى مره ماني هامور منو انا 53 مين هو انت كم انا الثالث الحين في الترتيب اعلى واحد مين اعلى واحد راجح معاذ انا راجح كم ما شاء الله كم كان اول رصيده كان 3300 كم اها 300 400 500 600 يا شيخ الله يا الله يا رب امن يا علم امن معي يا رب دقيقه لك ولا لنا ادعي قول امين بس امين شوف ايش وضعنا يا رب يا رب الله يوفق كل من صوت لي يا رب الله يوفقهم شلون محمد ما طلعت يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل كل شيء سليم بسم الله عليك مشاركين بالاجر يا رب يا كريم يا كريم يا كريم بيض الله وجيههم اقسم بالله يتعبون يكدون ساكن متساهل والله والله انك تستاهل وكفو مطلق اشهد لله انهم قالوا فعل اشهد لله انه قالوا فعل اللهم لك الحمد وكفو بيض الله وجيههم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك لا ما اسمعك بس علمني بسم الله لك الحمد ترى كثير بسم الله الحمد لله كيف حالك طيب حبيبي حطيت شاي ولا مع ماء ها نبيل ولا شاي الله يجعلنا قد هالثقه يا رب ها شاي هذا عطني بالله شاي حرام عليك لا لا بس قد هالثقه زبده ولا كم اسمك يا يا بعد راسي والله نريد الحديد طيب حبيبي الله انهم قالوا فعل اشهد لله انهم وطني بس بالله ما انسى ايه شلون حبيبي والله وجودك انت يكفي ابو سيف لو زعل مدحتكم اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين وجهك عظيم اسمع القصيده يا ابو سهيل ابو دينا تعال اسمع القصيده اسمع القصيده يقول يجعلني فدا كل واحد منهم الهما يجعلني فدا كل واحد منهم اللي صوت واللي غرد واللي دعا يا رب وسلامتكم واللي خلا 50 الله يسلمك هذا ما هو شعر شوف هذا اللي في قلبي هذا اللي في قلبي هذا شعر مو شعر هذا ما مكسور هذا مشطوب حبيبي شعورك نفس شعوري اسمع مره رايم جو ناس على مقر وطني الله يسعدهم واحد ورميت فيها وطلعت الله يسعدهم اشهد لله اقل شيء قد يا بعد راسي يا اخي حسيت وراك ظهر وراك ناس ما شاء الله عليك المرض بس بيض روجك والله امدح لو روح ابراهيم امدح لو
بيض الله وجيهه. والله اذا ما مدحت امدح مين؟ الله يستر. والله اللي بدونه ولا شيء. ابو دينا في هذا الموقف وحش يقول اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونقول قول لهم الناس اللي دعمتني انا بقول لهم جعلني فداكم. قولها. قول جعلني فداكم. جعلني فداكم. لا جعلني. مو جعلني. جعلني فداكم. ايوه قولها. جعلني فداكم. بس. اسمع 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 شباب. اسمع ابو دينا ايش يقول الناس اللي صوتت. تسمع معاذ اسمع. جعلني فداكم يا حبايبي. جعلني فداكم. اي والله جعلني فداكم صدق. حبيبي والله والله نحمسك بسم الله. ودي ودي انا فضل بالدري ايش اقول يا حبيبي. اي والله يا حبيبي والله تدمع ما اقول جاني عادي. الله اكبر سعدك يا ابو الله حبيبي يا حبيبي والله اي والله حبيبي بجي على برجع على كبودكم لين ابو ابو سهيل. اولا انت قلت انا من ايش؟ انت عند الباب قلت لي انا من جمهورك. هذا يكفيني فخر. اي والله والله يكفيني فخر. انا جمهوركم. انا من جمهورك. الله يسعدك. لا قال جمهوركم. نعم قال جمهوركم ما قال جمهورك. عبد الواخد يا مرخبا 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 مرخبا. انا اسير درع. ما نوم درع. درع تعرف درع درع يعني انا يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ها بس حبك شوف حبك للناس أولاً حبك لجميع الناس بدون أي فئة بدون أي تفرق. الشيء الثاني أقول الله يجعل كل شيء أسويه يشاركون اللي وراي بالأجر كل شيء يسويه. آمين. يا رب الله يوفقهم ويسعدهم يا رب. الله يسعدهم ويوفقهم يا رب. الله يسعدهم ويوفقهم. والله هذا اللي أقدر أقوله. والله اللي أقوله. والله لو أحججهم لو أحجج كل واحد منهم عظهري إني ما أوفي حقوقهم. الله يسعدهم ويوفقهم. هذا اللي أقدر أقوله. أقوله لو تسوي ما تسوي الواحد ما يقدر يوفيهم. اشهد لله والله العظيم اشهد لله. الواحد جالس يبني حلم يبغى يكمل في الحلم وهم يساعدونك في الحلم هذا انك توصل لمرحله معينه. اذا اخفقت شالوك اخش الجمهور ذا يا اخي. اشهد لله الجمهور العظيم ذا. يقول اليوم العشاء وش ولا ما قلت شيء. لا واحد من العشاء. هلا عزازي يا رجال. والله لو عندي انا. هلا ابو عزازي هلا بالامير. تعال 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 سلم يا اخوي لنا فتره عنك. انت اخونا هلا ومرحبا. امور ترتبط. هلا بالعسل. هلا والله العظيم. رجعنا قبل البعاري نبغى نرجع. شو نسوي؟ شو نسوي؟ شو نسوي؟ شو نسوي؟ هلا 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 الجنوب هلا والله. كيف الحال؟ تحية. مبروك ولا ايش الاختبارات؟ يا ولد سنتين غايب انت. والله لك سنتين الظاهر. ود برد والله برد. تستاهل الطيب. انا ما حبيت خشمك. تستاهل والله مليون مو ب 400. اي والله في النور ولا في التنور صدق يا سعود. اي والله ابشر طلعت بالله. انا ما كذبت لما قلت الله يسعدك يا رب. الله يعافيك ان شاء الله. الله لو قالوا فعل والله في النور ولا في التنور يا ابوي. التنور لا 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 شهد الله. مبارك الزازي والله بشرك خير محمد. يعني لك ما قلت وقلت لك ما قلت. والله اني مبسوط جدا والله والله العظيم. شوف انا والله شوف اذا انبسطت اسوي اشياء اكثر من كذا بس انا مستحي منكم فاقسم بالله تلقاني. يبقى على حسن عبد الكريم تسمح لي. احب اشكر ناس صوتت لك. الله يسعدك. واحب اشكر ناس صوتت معاذ واشكر قبلهم كلهم ناس صوتت لي. الله بيض الله وجيهم. اي والله يا الله. الناس صوتت سعود فهد الاسبوع راح. بقول لك على شيء. صوت الشباب كلهم. والله ترى في ناس صوتوا الهيدي وصوتوا لسعود وصوتوا عبد الرحمن وصوتوا ظافر. الله يسعده ويرضى عليه. ما كان امور ترى. والله ما كان امور. بس هو يحاول يقنع نفسه. الله يسعدهم يا رب. واحد عشان ما تجيك الصدمه. انا ما ادرك ما ادرك قدام بعد. كل من يقف في طريقك وينك البرد. والله ايش الدنيا ذي اللي صارت. هذا الطربوش يقول لك بالدرب هذا من دولاب. وينك ايش وينك يا دريش. اصبر اصبر وينك ايش وينك البرد ترى ايش قال درب درب جزاء. هذا قال دروب ذا يمكن لنا الناس بعين طبعه. انا والله يا عيال الحين جالس على الصبح
جيب الشاي يا ولد جيب الشاي زين خلنا ننبسط خلنا ننبسط الناس كل الله خطا بس جزود حرق على قدك ترى يا رشيد اهلين انا ما اخذ من كلامك انا نفسخ ذوب الحين والقه هنا شتعوا عليك يا اخي فزام حلفت ما تطلع جيعان يا زين هي كنت احسن الوقت معكم يا اسمح وصا ولا سمح لي رازف من عرف رازف يام رزبة هاليام يا صاحبي خلي قلبي يد لا حلال هالقلب لا ساجع موضوع كاري كم احسب الوقت معكم يا اسمح وصاله ولا تمح لي ولا طريق يا الوضع مزري ويوسف له ويرثال حاول على وضع يصلح لك كم احسب الوقت ما بكره غداك مع حسابي ها حبيبي والله ان شاء الله باذن الله بكره غداك مع حسابي الله يا ابراهيم نجيبك فلوس نجي بكره انا غدا بكره بفلوس سوا مدري ايش مدري الصيد اي يا رجال سوا احد خياله حر واحد وكري واحد خياله كوب جنب قطابه وانا خيالي كل ما هديت تحول على الواد وصار قاب يا صاحبي خلني قلبي يا عيال نشوف العيال يا عيال يا عيال ايه خلينا نشوف العيال شوي شوي بنجيكم بنجيكم خلاص بنجهز اغراضا بنجيكم بنجيكم بس بنجيكم بنجيكم فهمني عجب الساعه 10 بيت البرايم يا صاحبي خلي قلبي يا دلاها حلالة القلب لا سجع موضوع كاري وزازي لديارنا أحبار والديني للي من الناس شاريني وش اللي من الناس شاريني للي من الناس شاريني والقلب له كل وجدان يا مجدد الليل والقمر لديار الأحباب سريني يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 سريني سر الهوى بينكم انتم سرينا العاب يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 وديني يا راح على ذاك الجواب انا ادخل الشام يا اخي خير وراكم سريني شباب نزل سوا احنا ما هو كريم سوا ظل وفي هاجة معنا لا يا شيخ لا لا انا لي ورا 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 لا لا بخل 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 ولا حب راق الحياة مرحبا يا منبع الزين مدخل السريني مهجور سلام يلا 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 من عليكم تسليم شبرايل الغالي واحلى ما والله مايك شغال مهجورين والسلام والعود يحور لا هبة النود بنفاس ريح الأخزامة مجرين والسلامة سلام أطيب من الطيب من غير شك ولا ريب سلام حب وكرامة مجرين والسلامة مني سلام عليكم جسنا لا 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 وحلام عن السلامة مجرين والسلامة مني سلام عليكم تسليم غالي لغالي واحلام عن السلامة مجورين والسلامة من غنت مسك والعود يفوح إلى هبة النود بنفاس ريح الخزامة مجورين والسلامة سلام أطيب من الطيب من غير شك ولا ريب سلام حب وكرامة مجورين والسلامة والله بارد بيني بينكم امس خمر الهواء صح امس كان دفء خير الله يا اخو امس كان دفء يا دوا الخفا قلت من قال لعله ما حال عقب الغياب
والمدامع رسيرة في جوار يلا 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 يا أخي تدري كيف مسكت السيارة حاج ما بملاي وراك إيش أسوي يا أخي يا أخي آدمي وراك في إنسان وراك مفروض فيها فيها مسافة أمان جزاك الله حبيبي بسم الله طبعا لحوم عالي عالي ما صار والدنيا تضحك لي وحبابي معنا ورد الجور غنى ودنا ودنا والدنيا تضحك لي وحبابي معنا فلسه ردت ودنا ودنا عطر الهوى ردت يا محلى هوانا قولا ورد الجور غنى ودنا 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 والله يا شباب ما ينجزنا والله رهيب يا اخي رهيب والله جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم مني بذنبي يا إلهي أعلم أستر على ما فات وأغفر زلتي فيما مضى مني وما يتقدم بالعفو والغفران واقبل توبتي أنت الرحيم ومن سواك سيرحم أنت الرحيم ومن سواك سيرحم يا رزاق يا كريم يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم يا رزاق يا كريم
يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زيادة ما خاب من يرفع كفيه للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مراده كل من صبر ربي بيحقق مراده تركيب رايم كم الساعة؟ الساعة 10 10 الظهر؟ قيدة 10 قيدة 10 شوي صح؟ الله يسلم لهم استغفر الله العظيم وجيب نظارة شمسية قبل لا انسى خبز بارد تميز بارد اسمع النعناع الحبق ايش تسموه في جدة حبق صح في المدينة ايش تسموه او شماطري الحبق في المدينة ايش تسموه حبق لا سمين نعناع حساوي والنعناع العادي ايش تسموه انتم ليه النعناع العادي ايوه تعالي انت تعالي ايش تسموه نعناع العادي ايه احنا نسميه نعناع مغربي وش النعناع العادي هو نفسه المغربي الوجه استوى الوجه استوى لكن ما يأبى الرجاء يموت بالنشاط الصغير يا صاحبي إن غبت عنك مودعا مين؟ السؤال مين مين بس السؤال مش مين هو اللي حيرجع السؤال مين اللي حيطلع من هذولا ينفع الياقوت عجل فقد والله سحق الزمان شوف هي فرحة عارف فرحة انه رجعت بس في زعل يا اخي اللي بيطلع عجل عجل طالما عاش عجل فقد سحق الزمان وشعري يا بودينا عجل يا بودينا أول مرة يا عيال يطلع من فمي دخان في الليل في المدينة الصباح بس والله في الليل ما حتى لو البردش ما أطلع من فمي فمان صباح لا انت هذا مطيتك صح والله هنا في الليل سوي كده والله أنه من إيه من قوة الضغط اللي تعيشه والله نطلع جوعانين والله نطلع الجوع مرة عيال أول جاني سوى تعبير هذا يقول يا طال فيك السلام عليكم الله الجني اللي البال اللي أول السلام عليكم بس خربها بشيء واحد نزلين من هاي بوينت عارف نزلوا الدرجة الثالثة وطاح منهم واحد منهم قلت أوه فكيت عليك هاي خرب أمه الشغل والله إحنا رمونا ترطيعة فجعتكم فك هذيك حق الورق هذيك حصلت طلقات نارية عرفت الطلقات؟ اي فجعت انت والله فجعت حصلت طلقات ما انا اعرف ايوه خلينا نحن جانا في المستوصف والله كم فجعت انت؟ خلعت ها؟ خلعت؟ عادي يا واد اللي خوفني ايش؟ حط فحم عرفت هذا فورمي طلع فورمي طلع نافوره نافوره اي نافوره نفس الطريقه حطه قدام هاي بون لا يعني تخيل في السجن ما حطه بالله امين بالله لا احنا كنا عند المركز حق ايش اسمه مركز بن حامد والله فيلم رعب امين بالله جدا اقيم لك لكن لانه تعرف انا مقيم خلاص والله ما تهون ما تهون والله يلا اطلع انا ابراهيم ولا اطلع والله الله يشوف يا رب انا بدهم يدور على السبب بعد شوي بالعكس ان شاء الله ان شاء الله خير لك يعني ترجع ان شاء الله بمبلغ زياده باذن الله ترجع بفوز كبير الله يكتب اللي يقول ما شاء الله طاقتك قويه ما شاء الله عليك انا خاف انا لو اطلع ابراهيم مودع انا لو اطلع ابراهيم استعد احلك اني مودع
يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال اللي يبي اللي يبي بس الله يسلمك. تعال جيب 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 سمع سمع حبيبي خذ خذ واحد خذ واحد خذ واحد واحد وديني واحد خذ خذ ومشي بعدي هذا تدي في غنى برد احمر برد مع برايم مع برد حمر برد الحمر تفضل يا شيخ فارس الله يكرمك اتوقع الحين باصر او شيء المراسيم ليش ما في كلام والله انا احسبك هو ما في كلام سامي الجعون الثاني فيصل لا 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 انا اقول سامي لا انا اقول سامي سامي الا يا عيال بدر عاد اسرائيلي في الهند والله سلم له حلو سلمته مني شفته صوت حبيبي البس نظارة شمسية ريح دماغك ها؟ لا عقرب الله يخليك أحبك أنت بس أنت يا أخي بيك أحبك بس أنت كل شيء واضح والله بس جيب شيء فكها فكها ترى مفتوحة فكها حاول تفكها لا لا فكها فكها مفتوح صدق تمشي هنا على طول صدق صوت قدر الله على الكون المسير ليس فيما قدر الله اختيار إنما التقدير وتقدير القدير قد تجلى باعتلاء واقتدار برايم والله كتب علينا أحيانا صرف وأحيانا حاجة تكتم النفس أبو كاتم يخصم عليك خفي ويخصم عليك ظاهر بس الأكيد إن أنا دخلت برايم أول مرة ورجعت أنا معي رصيد قوي والمرة هذه أطلع أني أرجع إن شاء الله وبرصيد قوي بإذن الله باقي في طموح باقي في احلام باقي في امور لسه ما بانت للجمهور الجاي احسن باذن الله راجعين البرايم عباره عن لعبه بطل هذه اللعبه هو من يستطيع ان يقلب موازين هذه اللعبه ولكن ساجري رياح البرايم بما تشتهيه سفينتي وانقلوا عني أني أقول الحال طيب ولو ضاع تريلا صرت أنا والبرايم أصدقاء دخلنا البرايم هذا بسبب يعني أشياء بسيطة حظوظ من الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل أني لا أرجع القرية ندخل المسابقة هذه أو ندخل البرايم وبإذن الله نأخذ منها رصيد ونرجع للقرية ونكمل مشوارنا معاكم بإذن الله للمرة الثانية طلع البرايم وأكيد الرصيد لكن الحمد لله على كل حال أمنا شد حيلنا ونرجع لأخويانا ولا أجيت يمه
متسابق ما يتمنى يوصل إلى هذه المرحلة في البرايم، وصلت أنا لمرحلة البرايم، أما من حظ مسابقة أو من إسراف في رصيد القرية. الحمد لله على كل حال وصلت لهذه المرحلة، إذا رجعت بإذن الله القرية سوف أقدم المزيد والأكثر بإذن الله والأجمل، إذا ما رجعت إن شاء الله شوفوني بعد برنامج زد رصيدك. يا جماعة الخير، أدري أنكم شيء هم أكبر من همي، لكن أقول لكم حاجة، أنا عبد الله الجميري، أنا صعب وما جي هنا كان صعب، مو بس ولا أطلع. أوكي أنا في البرايم الثاني، لكن أيقن إن لو طلعت كان خيرة وبسهولة إني أرجع إن شاء الله. يعطيكم العافية، كونوا في الموعد واسبح. قراءتك للواقع مجرد تحليل، لكن الأمر هنا لا يحتمل إلا الرحيل.